مرحبا بالجميع، إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. شاهد فيفي عبدو في لقطة نادرة مع والدتها وما لا تعرفه عنها، هروبها من المنزل وزواجها وثلاث بنات لديها. نشرت الفنانة المصرية فيفي عبدو صورة قديمة لها وهي إلى جانب والدتها الراحلة لتحتفل بمناسبة عيد الأم وتدعو لها بالرحمة. وعلقت فيفي على الصورة: عيد أم سعيد عليك يا أمي، الله يرحمك. فيفي اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، كان والدها رجل شرطة وكانت والدتها صارمة ولم تكمل فيفي تعليمها فخرجت من الصف الرابع الابتدائي. هربت من المنزل عندما أتمت 14 من العمر وبدأت مسيرتها الفنية في فرقة عاكف للفنون الشعبية. تزوجت لأول مرة بعد هروبها من المنزل مباشرة من رجل الأعمال السعودي كمال مجاهد والد ابنتها عزة، وتم تسنينها ليتسنى لها الزواج وقتها، وانفصلت عنه بعدها بفترة قصيرة بعد إنجاب ابنتها الأولى. ومتزوج الآن من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الدراوي منذ ما يزيد عن 20 عاما، وتعتبره أقرب أزواجها إلى قلبها وأنجح زيجاتها، ولديها ثلاث بنات عزة وهنازي وطاطا سميت على اسمها، وحفيدة من ابنتها عزة هي شهد. دارت بينه وبين عادل إمام حربا إعلامية حول مهنة الرقص الشرقي، إذ صرح إنه لا يحترم الرقص الشرقي ولا يعتبره فنا، فيما تساءلت هي في برنامج لمن يجرؤ فقط: كيف يعتبر الزعيم الرقص الشرقي فن غير محترم وقد دعيت هي للرقص في فرح ابنه وفرح ابنة أخته؟ تقول إنها لا تعرف إن كان الرقص حلالا أم حراما، ولكنها تخشى من الله وستخبره في الآخرة إنها تحب الرقص. شكرا لكم على المشاهدة.